رحنا في الاستعداد، ما زال كاين المشاكل، ونظن في القطاع التربية ما تقدرش ما يكونش مشاكل، دونك هي مشاكل مستمرة، ولكن رحنا الحلول المستمرة، وانا نظن وعندي على كل حال كل ثقة، وراني اليوم في ارتياح اكثر من في 2014، راني اكثر في ارتياح بما ان راه كاينه الثقه ما بيننا، ونظن باللي في المستقبل نقدروا نوصلوا الى طريقه شكون لك عاديه في القطاع هذا. لا ما يخدمش كما تكلمت الان لما نعطيو نتائج على المستوى الولايه، الشيء اللي نهتم به الان هو نتائج على المستوى المؤسسه، واكثر من مؤسسه نقارن المؤسسة مع السنوات القديمة، ونشوف يا هل ترى هذه المؤسسة ريها في طريق جديد في تحسين الأمر أو هو العكس. سي ساكي تنفع.